يا عم منتخب مصر كلها ماشيه تسلم لي على المترو. بقول لك ايه؟ اتفضل. انت هو الكونسلتو ده مش قال لك احنا عملنا الاشعه وشخص اصابه محمد صلاح غلط؟ ما هو يا كابتن ما برضه ما راح انجلترا برضه ما تشخص غلط برضه ولحد دلوقتي مصاب، يعني لعب ماتش وبعد كده اتصاب تاني. مين اللي شخصه غلط؟ ما هو راح، مش هم قالوا يا كابتن ان هو هيرجع على طول؟ واتصاب تاني. لعب ماتش ليه مش لعب؟ معلش اتصاب تاني ده معناه ممكن يكون استعجل شويه في انه يلعب في انه ينزل. لكن مش المفروض ان كونسلت منتخب مصر يشخص غلط وبعد كده نقول حتى لحد غيره يشخص غلط؟ هو المفروض ما يشخصش غلط. طب يا كابتن انت مش شايف ان من ناحيه الحته المعنويه في ظل الظروف في الفتره الاخيره والكلام اللي حصل ان محمد صلاح رافض كابتن حسام ومش عايز كابتن حسام، شايف ان الكلام دوت ممكن عدم تواجد محمد صلاح في اول معسكر مع كابتن حسام، مش شايف ان ممكن الكلام دوت ممكن يزود الفجوه ديت او الكلام يكتر الكلام؟ لا 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 انا حسام مش المفروض ولا حسام ولا ابراهيم يخشوا في المعطرات دي. ما هو حقه برضه يا كابتن، ما هو حقه عايز ان هو يشوف لعيبته برضه، يعني محمد صلاح اسم أيوة كبير وكل حاجه وعايز يشوفه. ما 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 يا عم الحاج هو يا ابراهيم محمد صلاح محتاج تشوفه. لا مع الناحيه المعنويه تواجده برضه مع المنتخب يا كابتن، حتى لو مش هيبقى بيلعب او بيتمرن تواجده برضه مهم في ظل الظروف الكلام الاخير في الفتره الاخيره يا كابتن. لا تواجده ما هو ده راجل. طب حتى كابتن يجي يسلم على كابتن حسام وكابتن ابراهيم، يعني ده شيء طبيعي. لا يجي يسلم ايه؟ ما حسام ما ممكن حسام يروح له يقول له انا جاي لك، انا جاي صلاح اطمن عليك، انا جاي صلاح اطمن عليه، ايه القضيه يعني؟ هيروح يعمل له ايه يا كابتن؟ يروح يتفرج عليه لو عنده ماتش. ما يتفرج عليه على التلفزيون عادي، يعني فاهم اقصد يا كابتن؟ يعني اصل هو الموضوع ده لو عمله ده كابتن لازم يلف على كل اللعيبه المحترفه، يلف عليهم، ده ما هم دول لعيبته اللي هيكسبوه. طب انت شايف ده صح يا كابتن؟ انا شايف ان في مدربين كتير جدا في الدول العربية بيعملوا جولة حوالينا، ومدربين أجانب كانوا ماسكيننا بيعملوا جولة على اللعيبة المحترفة يطمنوا عليها ويشوفوا أدائها على الطبيعة ويشوفوا حالته. ده مش عيب. لا هو مش عيب، مفيش حاجة، بس هيضطر يروح على اللعيبة كلها، كل المحترفين يروح تركيا ويروح أو يبعت مساعدين، هو يروح أماكنه ومساعدين يروحوا أماكن، وروح المانيا، وايه المشكله؟